اهدى شوي. تمام. بعرف الهنجار، بعرف انكن عم تلتقوا بهداك البيت، والحلق اللي ضاع انا اللي لقيته. شوفي، خجلت من حالك؟ ما كنت متخيل حدا بيعرف بوساختك؟ ها؟ نعم نهال. مهند، كيفو بشير؟ مهند صار شي؟ احكي. لا منيح. قلي الحقيقة. ايه منيح، انا جنبه. منيح. انا والمدموزيل هلا وصلنا على البيت، قالوا لي رح تجيبه. امتى رح ترجع على اسطنبول؟ مهند انت عم تسمعني؟ ايه. امتى بدك تجيبه لبشير؟ حسب رأي الدكتور، اذا شاف ما في مانع بالسفر هداك الوقت رح نجي. شكرا كثير مهند. لو ما انت هون ما عرفنا شو رح نساوي. الله يخليك، لا تتركه لوحده. ماشي انا هون. نهال، الدكتور جاي، انا مضطر سكر. انتبهوا على حالكم منيح. بشوفك. أنا رح أتصل فيك كمان. ماشي حبيبتي. صوته كتير تعيس. إن شاء الله يكون عم بيحكي الحقيقة. إن شاء الله يكون وضع بشير منيح. منحكي مع الدكتور اللي هون؟ قال هني على اتصال مستمر معه. إيه منحكي، قال كل يوم عم يقدموا له تقرير لعدنان بيك. بعرف كل شيء، بعرف علاقتك بسمر خانو.